الظهيرة من الميادين، السلام عليكم وإلى عناوينها. طهران تدعم العملية القانونية التي أدت إلى اختيار رئيس للوزراء في العراق وتشيد بدور المرجعية، والعبادي يؤكد أن المالكي شريك أساسي في العملية السياسية. تقدم بطيء ولكن نوعي في المفاوضات غير المباشرة، ومصر ترفض بحث موضوع نزع سلاح المقاومة الفلسطينية. السيسي يستعرض آليات عسكرية روسية في مطار سوتشي قبل لقائه بوتين. وتأجيل النطق بالحكم على الشيخ نمر باقر النمر إلى الأسبوع المقبل، ومرجعيات دينية عدة تحذر السعودية من تداعيات الحكم بالإعدام. السلام عليكم. أعلن أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن طهران تدعم العملية القانونية التي أدت إلى اختيار رئيس للوزراء في العراق، وعلى هامش اجتماع سفراء إيران في الخارج المنعقد في طهران، طلب شمخاني من جميع التيارات والائتلافات العراقية المحافظة على الاتحاد والتنبه للظروف الحساسة التي يمر بها العراق، وأشاد بدور المرجعية الدينية باعتباره الركن الأساس في الحفاظ على انسجام العراقي ووحدته. موقف شمخاني جاء بعدما دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيرته الإيطالية خلال اتصال هاتفي بينهما إلى الإسراع في تأليف حكومة وحدة وطنية في العراق بعد اختيار حيدر العبادي رئيسا للوزراء. ومعنا من طهران مراسل الميادين حازم كلاس. حازم، يعطيك العافية. يعني بداية، ماذا يفهم من هذا الدعم الإيراني لتعيين العبادي رئيسا جديدا للوزراء في العراق؟ وفعليا ما الذي حصل في كواليس الأروقة السياسية في إيران للوصول إلى إعلان هذا الدعم؟ نعم علا، في الحقيقة يعني ما يفهم من هذا الدعم كما جاء في تصريح أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني هو دعم العملية القانونية في العراق. يعني إيران دائما أكدت على أهمية وضرورة زيادة القانون واحترام القانون والدستور وكل العملية السياسية ضمن أطرها القانونية ومؤسساتها في العراق، لذلك هي أعلنت عن هذا الدعم وباركت هذا التكليف لحيدر العبادي وستدعمه في مراحل لاحقة بالتأكيد. أما ما دار في الكواليس ف حسب ما علمنا من مصادر مطلعة يعني في الخارجية الإيرانية وفي مؤسسات صنع القرار الإيراني، فمنذ بدء أزمة تشكيل الحكومة العراقية كان هناك تواصل دائم مع كافة الفرقاء العراقيين. هذا التواصل أفضى كما هو معلوم إلى زيارة قام بها أمين مجلس الأمن القومي الإيراني إلى العراق، التقى خلالها مع كافة الفرقاء السياسيين والأطياف السياسية المختلفة، التقى مع المرجعية الدينية، التقى مع كافة الأطياف الدينية أيضا. هذه الزيارة ربما كانت هي الزيارة الحاسمة إن صح التعبير فيما يتعلق بدعم طهران لحيدر العبادي. بعد عودة أمين مجلس الأمن القومي علي شمخاني إلى طهران رفع يعني وجهة نظره وما دار في مباحثاته في العراق إلى كافة الجهات المعنية هنا في إيران، ما أفضى إلى هذا القرار الذي دعمت فيه إيران حيدر العبادي. وربما هو يعني البعض قد يتحدثون عن صفقة أو ربما توافق غربي إيراني أو ربما إيراني أمريكي، بكل الأحوال قد تتقاطع المصالح، يعني خاصة في العراق شهدنا طوال السنوات الماضية تقاطع للمصالح للعديد من الدول حتى وإن اختلفت هذه الدول في كثير من الملفات الأخرى. إيران كانت دائما على تواصل مع كافة الفرقاء في هذا الشأن، وهذا ما أفضى إلى هذا القرار الذي اتخذته اليوم. طيب حازم، هناك لا شك ملف مهم في العراق وتحدي مهم في العراق، وهو تحدي مكافحة الإرهاب، ومعروف عن إيران أنه لطالما اتخذت هذا الموقف لناحية الجزم في محاربة الإرهاب. هل إيران مقتنعة اليوم بهذه الحكومة الجديدة لناحية محاربة الإرهاب حتى تدعمها بهذا الشكل العلني والصريح والقوي؟ بالتأكيد علا، يعني هذا الدعم هو للعراق
بشكل عام بكافة مؤسساته وأشخاصه وأطيافه السياسية. هذا الدعم هو كما قالت إيران دائما أن الجيش العراقي والقوى الأمنية العراقية قادرة على مواجهة الإرهاب والتحديات التي يعيشها العراق. يعني الإيرانيون تواصلوا دائما مع كافة الجهات، وكما لاحظنا يعني منذ يومين كان هناك رسالة من رئيس إقليم كردستان إلى الرئيس روحاني شكره على الدعم في مواجهة الإرهاب. أيضا من الحكومة العراقية التواصل دائم مع الحكومة الإيرانية في هذا الصدد. بكل الأحوال يعني الإسراع بتشكيل الحكومة العراقية أمر شددت عليه طهران دائما، خاصة بعد أن تم هل هذا التعاطي بمنصب البرلمان. نعم، هل هذا التعاطي الإيراني يقف فقط عند الدعم أم هناك خطوات أخرى؟ يعني طبعا لتعلن الدعم فهي ستساعد في أمور كثيرة، هل ستقف الأمور عند الدعم أم ستتخطى ذلك؟ وبماذا تحديدا؟ إيران ما يهمها علا هو استقرار العراق بالدرجة الأولى. نعم. استقرار العراق يعني استقرار للمنطقة، دعم العملية السياسية ودعم العملية الديمقراطية في العراق تراه إيران هو المفتاح الرئيس لهذا الاستقرار. والاستقرار بالتالي وخصوصا إذا كان هناك توافق بين كافة الأطياف العراقية سيؤدي بالتالي إلى توجيه ضربات ربما أكثر قسوة لمواجهة الإرهاب. نعم. بالتأكيد يعني هذا ما كان واضحا بتصريحات كافة المسؤولين الإيرانيين، وقبل قليل هذا ما أكده أيضا رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران علي لاريجاني. نعم. قال أن هذا الاختيار لرئيس الوزراء حيدر العبادي يجب أن يؤدي إلى مزيد من تراص الصفوف بين كافة الفرقاء، سواء الفرقاء السياسيين المختلفين في العراق أو داخل البيت الشيعي نفسه، وهو من حصة الوزراء من حصة الشيعة في العراق كما هو معروف. حازم كلاس مراسل الميادين كنت معنا من طهران مباشرة، شكرا جزيلا لك. رحب الرئيس الأمريكي باراك أوباما بتكليف العبادي رئاسة الحكومة العراقية الجديدة، متمنيا انتقالا سلميا للسلطة مع تأليف حكومة تمثل كافة مكونات المجتمع. وفي كلمة له أشار أوباما إلى أنه وعد العبادي في اتصال هاتفي معه بتقديم الدعم إليه، وشدد على ضرورة تأليف حكومة تمثل المصالح الشرعية لجميع العراقيين. هذه القيادة العراقية الجديدة أمامها مهمة صعبة، عليها استعادة ثقة مواطنيها واتخاذ خطوات لإظهار إصرارها. وقد تحدثت مع الرئيس حيدر العبادي لتهنئته وحثه على سرعة تشكيل حكومة جديدة تمثل الطوائف العرقية والدينية المختلفة في العراق. وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قال من جهته إن واشنطن مستعدة للتفكير في خيارات اقتصادية وسياسية وأمنية إضافية من أجل العراق. كيري وفي مؤتمر صحفي في أستراليا حث على تأليف حكومة جديدة تجمع كل مكونات العراق على حد تعبيره، مشيرا إلى أن واشنطن وسيدني اتفقتا على إحالة قضية الجهاديين الأجانب الذين يقاتلون في سوريا والعراق وأماكن أخرى على الأمم المتحدة. رئيس الوزراء العراقي المكلف حيدر العبادي قال إن نور المالكي شريك أساسي في العملية السياسية وأشاد بدوره في مكافحة الإرهاب. العبادي كان قد تلقى اتصال تهنئة من نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأثناء تكليفه رسميا تأليف الحكومة الجديدة قال العبادي إن كل العراقيين يجب أن يتعاونوا ضد الحملة الهمجية لداعش على العراق. تحديات كثيرة وكبيرة ترافق تكليف حيدر جواد العبادي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة. سيكون على الرجل تثبيت توازنات سياسية هشة في بلد يعاني وضعا أمنيا يكاد يكون الأخطر في المنطقة، وفي حقبة ما بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003. البيان الحكومي قد يكون أول هذه التحديات وثانيها أمني، فمكونات المجتمع العراقي تبدو معرضة للإبادة الجماعية على أيدي تنظيم داعش الإرهابي، وما يحدث في سنجار للأيزيديين وما حدث في الموصل للمسيحيين يدل على الخطر المحدق بتنوع هذا البلد الضارب في التاريخ. تحدي التعامل مع داعش كان مؤجلا بحكم الخلافات على تسمية رئيس للحكومة، لكنه اليوم أكثر إلحاحا، وسيكون على حكومة العبادي إذا ما تشكلت الإسراع في الإمساك بزمام هذا الملف الشائك والدامي في العراق.
العلاقة مع الكرد لن تكون أقل أهمية. صحيح أن العبادي قد كلف رسميا تشكيل الحكومة من قبل رئيس الجمهورية الكردي فؤاد معصوم، لكن ذلك لا يعني أن طريقه للتفاهم مع الكرد سهل. تهديد البرزاني بإجراء استفتاء لإعلان الدولة الكردية في شمال العراق يضع مزيدا من العراقيل في درب تفاهمات بغداد كركوك، ولا سيما في أوقات بهذه الصعوبة والحساسية بالنسبة للعراق، فوحدة أراضي الدولة على المحك. الانفصال السياسي سيتبعه انفصال اقتصادي وعرقي، لن يكون ذلك سهلا، مع الأخذ بعين الاعتبار موقف الرئيس السابق جلال طلباني من هذا الاستفتاء ودلالات إجرائه. تكليف الوزير السابق وعضو المكتب السياسي لحزب الدعوة الإسلامية قد يبدو مفتاحا للحل بالنسبة للبعض في وقت لم تعد بلاد الرافدين لتحتمل مزيدا من الأزمات. من بغداد ينضم إلينا مراسلنا عبد الله بدران. إذن عبد الله، ماذا في تطورات العملية السياسية؟ طبعا في ظل كلام العبادي أنه المالكي سوف يكون شريك أساسي في هذه العملية السياسية ويكون بالتالي جزء من الحكومة. نعم علا، حيدر العبادي هو عضو في حزب الدعوة الإسلامية وعضو في المكتب السياسي ورفيق درب المالكي وآخرون من قادة الصف الأول في حزب الدعوة لقرابة 30 عاما، وبالتالي وإن كان التكليف على ما حمله من شد سياسي حصل عنوة كما اعتبره في نظرة القانون والتفافا على تكليف المالكي، إلا أن رئيس الوزراء العراقي نور المالكي لا زال يتمتع بعدد من المقاعد النيابية التي تعطيه في البرلمان يعني عددا مريحا يكفي لأن يشارك في العملية التشكيلية للحكومة المقبلة. حيدر العبادي رئيس الوزراء المكلف أعلن أن المالكي شريك أساسي وأنه كان يدعم تحركاته في مكافحة الإرهاب، ويبدو من هذا التلميح أن ذلك سيكون بندا أساسيا في البيان الوزاري لجهة شكل الحكومة المقبلة وكذلك تحركات الحكومة المقبلة على صعيد مكافحة الإرهاب. الكل هنا يتوقع أن يعني شكل العبادي الحكومة، وإن كانت حكومة وحدة وطنية أو حكومة شراكة فإنها لن تختلف ربما في بيانها الوزاري وفي تحركاتها عن الحكومة السابقة لجهة العلاقة مع الأفرقاء أو لجهة مكافحة الإرهاب، إلا في العلاقات التي أراد المالكي أن لا تكون في حكومة الأغلبية عندما أراد أن يشكل حكومة أغلبية سياسية تتيح له اختيار الوزراء في حكومته. هذا بالنسبة لإعلان العبادي عن أن المالكي رئيس الوزراء العراقي وكذلك أن رئيس الوزراء العراقي هو شريك أساسي في هذه العملية السياسية. بالنسبة لرئيس الوزراء العراقي وكلاب دولة القانون يبدو أنه مصر على رفع دعوة قضائية لدى المحكمة الاتحادية للطعن في تكليف حيدر العبادي، وبالتالي نحن أمام عدد من القضايا التي رفعها كلاب دولة القانون، منها الدعوة التي رفعت على رئيس الجمهورية والتي أعلن ذلك صراحة رئيس الوزراء العراقي نور المالكي عندما وجد أن الرئيس بحسب ائتلاف دولة القانون قد خرق الدستور العراقي مرتين عندما تأخر بإعلان الكتلة الأكبر وعندما تأخر بتسمية المالكي رئيس الوزراء وتكليف الحكومة وكذلك بعملية تكليف العبادي أصلا. لم يخفي الائتلاف الحاكم اليوم في اتصالاتنا أنه لن يشارك إذا ما شكل العبادي الحكومة لن يشارك بها، وأن العبادي ربما سيتمكن من تقديم حكومته خلال الشخص الدستوري بحكم حسب الائتلاف الحاكم بحكم العداء الذي ناصبته الكتل السياسية في ائتلاف دولة القانون. عبد الله بدران مراسل الميادين كنت معنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لك. ميدانيا، فجر مسلحو داعش الجسر الرابط بين مدينة كلار التابعة للسليمانية وجلولاء في ديالة بهدف قطع الامدادات عن قوات البشمركة. في المقابل أشادت هذه القوات بدور المقاتلات العراقية في حسم المعارك مع داعش، ما سمح بتحقيق البشمركة تقدما في مناطق الحمدانية وأجزاء من سنجار وبعشيقة الملاصقة للموصل. محمد كريم. قوات البيشمركة مدعومة بغطاء جوي عراقي تتحول من الدفاع إلى الهجوم، حيث حققت تقدما في مناطق الحمدانية وأجزاء من سنجار وبعشيقة الملاصقة للموصل. وزارة البيشمركة، وزارة الدفاع،
بعد أن حصل اتفاق بين قوات البيشمركة ووزارة الدفاع العراقية والقوات الأمريكية. هي الشبكة التي تكونت بين الأطراف الثلاث لتنفيذ الخطط من قبل الطائرات التي تقوم بقصف مواقع داعش تمهيدا لتقدم البيشمركة كما حصل في مخمور وقوير. لكن هزيمة داعش في مخمور والقوير لم تمنع التنظيم من السيطرة على ناحية جلولاء التي باتت تقف على أعتاب كارثة إنسانية بعد نزوح ساكنيها إلى خانقين المجاورة، لتراهن القوات الكردية على الدعم الجوي العراقي في استعادة السيطرة على ما فقدته من مناطق. 100% الطائرات العراقية والهليكوبترات العراقية أيضا تشارك في المعركة وهي عضو أو جزء من هذه المعركة في هذه المناطق. طائرات عراقية هليكوبتر تقصف في بعض المناطق أمام البيشمركة للهجوم على المناطق. وضع المتوتر، لكن وطأة النزاع بدأت تخف. حسب القيادات العسكرية فإن تنظيم داعش الذي سيطر على الموصل بات مسلحوه يتجهون إلى أطرافها الغربية القريبة من الحدود السورية في ظل تنامي القدرات العراقية والخطط العسكرية المشتركة في إدارة المعارك. حسبت المقاتلات العراقية المشهد الأمني لجهة قوات البيشمركة، فباتت هذه السهول والوديان المتاخمة لحدود إقليم كردستان مؤمنة بعد أن شهدت أعنف المواجهات المسلحة. من على أطراف أربيل الغربية، محمد كريم، الميادين. أفاد مراسل الميادين بأن مصر رفضت بحث موضوع نزع سلاح المقاومة في مفاوضات التهدئة، كما رفضت نقل هذا الطلب إلى الوفد الفلسطيني جملة وتفصيلا. مراسلنا تحدث عن حصول اختراق في المفاوضات وتقدم بطيء ولكنه نوعي، وأضاف أن وفد إسرائيل في مفاوضات القاهرة طلب أمس التشاور مع تل أبيب، وأشار إلى أن العقبة الأكبر في المفاوضات هي بند جثتي الجنديين الإسرائيليين لدى المقاومة، وأن الوفد الفلسطيني طلب تأجيل بحث الأمر. ومن بيت لحم ينضم إلينا مدير مكتب الميادين في فلسطين ناصر اللحام. إذن ناصر، يعني اختراق في المفاوضات وتقدم بطيء ولكنه نوعي، ماذا يفهم من هذا الكلام وعلى أي أساس انطلقت المباحثات والمفاوضات اليوم؟ يفهم من هذا الكلام أن هناك تقدم في المباحثات والمفاوضات غير المباشرة، لكن لا يعرف إذا هذا التقدم سيؤدي إلى وقف إطلاق نار شامل ودائم. التقدم في عدة مجالات من بينها القضايا الحياتية التي تتعلق برفع الحصار عن قطاع غزة، مثل منطقة الصيد، معبر رفح، وقضايا أخرى قد تعتبر هي في صميم حياة السكان اليومية، استخدام معبر إيرز بيت حنون، 5000 تصريح شهريا رغم أن العدد قليل، إضافة إلى مبدأ أنه لا يحافر قطاع غزة. الذي تم تأجيله هو قضية الميناء وقضية المطار وقضية الأسرة، مع أن إسرائيل وافقت على إطلاق سراح الدفعة الرابعة لأبو مازن. هناك عقبات أيضا فيما يتعلق أساسية فيما يتعلق بالجنديين. إسرائيل تريد أن يكون هذا هو أساسي في أي اتفاق، لكن الوفد الفلسطيني يرى بأن هذه يمكن تأجيلها. طيب اليوم مراسل الميادين أفاد بأن مصر رفضت بحث، طبعا مراسل الميادين في مصر أفاد بأن مصر رفضت بحث موضوع نزع سلاح المقاومة انطلاقا من هذا الموقف لمصر. إذا أمكن أن نتحدث عن التعاطي المصري اليوم في هذه المفاوضات. الوفد الإسرائيلي موجود في طابق والوفد الفلسطيني في طابق. المصريون يقومون بنقل ما يمكن تحقيقه على والبناء عليه الاتفاق. تؤكد مصادرنا أن مصر رفضت بحث موضوع نزع سلاح المقاومة وتجريد قطاع غزة من السلاح. حتى أن إسرائيل حين عرضت هذا البند رفضت مصر أن تحمل هذا الطلب إلى الوفد الفلسطيني، رفضت نقله إلى الوفد الفلسطيني، ما يعني أن القناة المصرية ليست مجرد أداة لنقل المعلومات، وإنما هناك أيضا رأي مصري وهناك أيضا مباحثات مصرية إسرائيلية من جهة ومصرية فلسطينية من جهة أخرى، باعتبار أن مصر ليست مجرد صليب أحمر موجود في مكان التفاوض. صحيح. طيب ناصر، هناك دعوات اليوم صريحة وواضحة للانسحاب من هذه المفاوضات في القاهرة، يعني اليوم ما هي احتمالات انسحاب الوفد الفلسطيني من هذه المباحثات
أو المفاوضات؟ سألنا حول هذا الموضوع، يبدو أنه مبكرا الحديث عن انسحاب الوفد الفلسطيني، لأنه التعدي 72 ساعة تنتهي الأربعاء منتصف الليل، لا يزال حوالي 36 ساعة متبقي. نعم. قبل قليل في ساعات الظهر بدأت جلسة المفاوضات، وهناك نية للتعامل معها بجدية، وقيل جدية، وموضوع هل يؤدي إلى حل وإلى اتفاق، قد يبدو أنه التكتيكات موجودة والاستراتيجية موجودة. هناك الإسرائيليون حققوا شيء والفلسطينيون حققوا شيء. الإسرائيليون يريدون وقف إطلاق الصواريخ، الفلسطينيون يريدون رفع الحصار عن قطاع غزة، لكن هل يكتفي الطرفان؟ هذا أمر آخر. ناصر اللحام، مدير مكتب الميادين في فلسطين، كنت معنا عبر الهاتف من بيت لحم، شكرا جزيلا لك. على واقع المحادثات الجارية في القاهرة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، يتزايد الخلاف الداخلي في إسرائيل في ظل تبادل الاتهامات بشأن المسؤولية عن الفشل وتسريب محاضر جلسات المجلس الوزاري المصغر. منال إسماعيل. قبل أن تضع الحرب أوزارها، بدأت تداعيات إخفاقها تظهر على الحلبة الداخلية في إسرائيل. تبادل اتهامات وتقاذف مسؤولية وتسريب محاضر جلسات المجلس الوزاري المصغر، كلها عوامل ساعدت على تعميق الخلافات داخل دائرة القرار في إسرائيل، وأسهمت في تأجيج السجال بشأن أداء رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو فيما خص التوصل إلى تهدئة. نحن في عمى مطلق تقريبا إزاء كل ما يتعلق بالتفاوض السياسي والوساطة المصرية، يقول أحد الوزراء بحسب هآرتس. نحن لا نفهم ما الذي يفعله رئيس الوزراء، ولا نعلم ما هي الأهداف وما هي السياسة. شكاوى مشابهة سمعت من أعضاء آخرين في المجلس الوزاري المصغر، الذين رأوا أنهم مبعدون تماما عما يجري، في ظل ارتفاع أصوات تطالب المستشار القضائي للحكومة بفتح تحقيق بشأن التسريب وأداء المجلس الوزاري المصغر. أعتقد أن معظم الوزراء لا يعرفون ماذا يحصل بالتحديد، ولنأخذ في الاعتبار أن المجلس الوزاري المصغر لم يجتمع منذ يوم الجمعة الماضي، وهناك تساؤلات عن المسؤول عن التسريب ومطالبة بضرورة إجراء تحقيق لمعرفة مصدر هذا التسريب. لكن الموقف الأكثر حزما تمثل فيما عرضه الوزير عوزي لانداو، الذي ذهب بعيدا وطلب باستخدام آلة فحص الكذب مع الوزراء للتحقيق في مسألة تسريب محاضر المجلس الوزاري المصغر. في المقابل هناك من شكك في صحتها، مشيرا إلى أن الوزراء كانوا شركاء في كل القرارات، وأنهم يتنصلون من ذلك الآن لاعتبارات سياسية. أعتقد أن آخر ما يمكن لوزراء المجلس الوزاري المصغر قوله هو أنهم لم يشاركوا في اتخاذ القرارات. لقد عقدت عشرات الجلسات وخضت ساعات طويلة من النقاشات، كلها شاركوا فيها وصوتوا على كل القرارات بالإجماع. خلاصة المشهد في إسرائيل الآن أن أداء نتنياهو خلال العدوان كان سلبيا، تقول معارف. يسمح ليعلون وغانتس بقيادة الأمور، يستنزف الجميع من خلال مداولات سياسية عقيمة لا تنتهي، ويحاول إيجاد إجماع بأي ثمن. وصف نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس عضو الوفد الفلسطيني لمفاوضات التهدئة في القاهرة موسى أبو مرزوق، وصف المفاوضات بالصعبة، وأشار إلى أن التهدئة الأولى مرت دون إنجاز يذكر، وهذه هي التهدئة الثانية والأخيرة والجدية، والمطلوب أن يحقق الوفد ما يأمله الشعب. نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وعضو الوفد الفلسطيني في مفاوضات القاهرة أبو أحمد فؤاد، دعا في حديث للميادين إلى إنهاء الانقسام ووقف المفاوضات والتنسيق الأمني والعودة إلى المقاومة. في رأيي أنه نحن الآن أهم شيء ممكن نعمله أن نعلن وإلى الأبد انتهاء الانقسام، وأيضا وقف المفاوضات ووقف التنسيق الأمني، والعودة إلى ما يريد شعبنا، المقاومة، من أجل تحقيق أهدافنا الوطنية، ومن أجل إقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين، كل اللاجئين، إلى ديارهم التي طردوا وشردوا منها. مضى على هذا الشعب قرن وهو يقاوم، قرن وهو يقاوم، وسيستمر في المقاومة كما الشعوب الأخرى إلى أن تتحقق جميع أهدافه. رئيس الحركة العربية للتغيير أحمد الطيبي قال في حديث للميادين أن غالبية الإسرائيليين تعتقد أنه لم يكن هناك انتصار ميداني لإسرائيل في عدوانها الإرهابي على غزة.
عندما سئل الإسرائيليون هل انتصر الجيش الإسرائيلي 42% قالوا لم ينتصر، 40% قالوا انتصر، أي الغالبية تعتقد أنه لم يكن هناك انتصارا ميدانيا وعسكريا في هذا العدوان. إذن أمام هذا هناك رغبة، أنا أقرأ أن نتنياهو لا يريد الاستمرار بالحرب، هناك مزاودات داخل الكابينيت، في كل لحظة كان يريد أن يخرج من هذه الحرب ليسلم من خسائر أخرى سياسية وعسكرية على حد سواء. انتقد مساعد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان تلكؤ مصر في الموافقة على إدخال مساعدات إيرانية إلى غزة ونقل الجرحى منها إلى طهران. عبد اللهيان استغرب موقف مصر وأكد أن الخطوط الجوية الإيرانية لا تزال تنتظر السماح لها بالهبوط في مطار القاهرة أو الإسماعيلية وأنها لم تحصل على رد حتى الآن. وتنضم إلينا من غزة مراسلة الميادين لانا شاهين. لانا تفضلي. نعم علا، يعني يمكن القول بأن هناك هدوء بشكل كبير جدا والحياة بالفعل تمضي في غزة في زمن هذه الهدنة الإنسانية، باستثناء هناك خرق من قبل الزوارق الحربية الإسرائيلية حيث قامت بإطلاق النار على الصيادين. جيش الاحتلال قال أن الصيادين قد تجاوزوا المسافة المسموح بها، هذه المسافة يعني علا حسب اتفاقية أوسلو كانت هي 20 ميل قلصتها إسرائيل، وذلك كعقاب جماعي على قطاع غزة في تجديد حصارها إلى 3 أميال. وفي 2012 بعد عدوان 2012 تم السماح بهذه المسافة تمتد إلى 6 أميال، وقبل هذا العدوان بأيام فقط قامت إسرائيل بتقليص هذه المسافة. باستثناء ذلك لا يوجد هناك أي خرق لهذه الهدنة الإنسانية، المواطنون عادوا إلى منازلهم يتفقدون غزة لغاية الآن، لا تزال تلملم جراحها، وكأن المواطن اليوم بالفعل هو يسابق الزمن، عينه ترحل إلى القاهرة بكل ما يرد من هناك من أخبار حسب التسريبات، وهي على قلتها على ندرتها، ولكن المواطن يخشى من تجدد هذا العدوان وأن يكون هناك شراسة أكبر من التي شهدها خلال الأيام الماضية خلال 35 يوم من العدوان. طواقم الدفاع المدني أيضا منذ الأمس منذ سريان هذه الهدنة انتشرت في الشوارع، وذلك لإفساح المجال أمام الطرقات لتنظيف هذه الطرقات، تهيئة هذه الطرقات إلى حد ممكن بحيث تسير السيارات وأيضا تسير المركبات. لا يزال لغاية الآن هناك عملية البحث عن جثث الشهداء أيضا متواصلة من قبل طاقم الإسعاف، طواقم الإسعاف وأيضا طواقم الدفاع المدني. هناك من المواطنين لا يزالون في المدارس، ينزحون في مدارس وكالة الغوث لأن المناظر هي مدمرة بشكل كامل، حتى وإن كان هناك عدد قليل من هؤلاء المواطنين أو عدد ليس بالقليل كثيرا، ولكن بحكم أن البيت مدمر بشكل كامل، لا ماء لا كهرباء، كانوا هناك نصبوا الخيام في تلك المناطق والمنازل المدمرة بالتحديد في شرقي قطاع غزة، بالتحديد في أحياء الشجاعية وأيضا الشعب. لنا شاهين مراسلة الميادين كنت معنا مباشرة من غزة، شكرا جزيلا لك. في غزة لا شيء يستثنى من العدوان الإسرائيلي، الصحفيون في دائرة الاستهداف، أكثر من 10 شهداء قدمتهم مهنة المتاعب لإيصال الرسالة إلى العالم أجمع، عزيمة وإصرار أظهرهما الصحفيون في عملهم. نعرف أكثر مع أحمد شلدان. هي آخر شهادة نطقها سامح، فلوهلة لم يكن يعلم أنه سيصبح خبرا يتناقله الآخرون، فهو وإن وثق جرائم الاحتلال بحق غيره لم يبخل على نفسه بتوثيق جريمة قتله. سامح العريان مصور صحفي دفع دماءه ثمنا للحقيقة، رحل وترك جرحا غائرا في قلب أمه الصابرة. اليهود فش عندها فرق بين مقاوم وبين طفل وبين امرأة وبين شيخ بين مسجد بين بيت بين شارع بين مستشفى. أكثر من 10 صحفيين قدموا أرواحهم على بلاط صاحبة الجلالة، فيما أصيب آخرون في ظل غياب تام لأي قانون يوفر لهم الحماية. القانون الدولي واضح، الحماية واجبة
للصحفيين بصفتهم مدنيين أولا، وبالتالي لا يمكن استهدافهم، وبالتالي على العالم الآن أن يكف عن هذه، عن مؤامرة الصمت الرهيبة التي ترتكب. كثير من المكاتب الإعلامية في غزة تم استهدافها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لكن هذا الأمر لم يمنع هؤلاء الفدائيون كما يطلق عليهم من الاستمرار في عملهم. نواجه صعوبة في التنقل، خاصة أن جيش الاحتلال أصبح الصحفي الفلسطيني هدف رئيسي، لأننا نقوم في كل لحظة بتوثيق جرائم الاحتلال. لأهمية الصورة ومفاعيلها نستطيع أن نقول أن الاحتلال لن يستطيع أن يثنينا عن دورنا، عن ممارسة هذا الدور بفضح هذه الممارسات. ويعيش الصحفيون في غزة ظروفا صعبة بفعل العدوان الشرس، لكن رسالتهم وكلمتهم الحرة تصل رغم محاولات الاحتلال لوأدها في مهدها. حتى الحقيقة لها ثمن لا بد من دفعه، فهذه الكلمة التي يفترض أن تحمي صاحبها استباحها الاحتلال في غزة، فجعل الصحفي كما المدني هدفا مشروعا لآلة القتل، لكن رسالة هؤلاء الموحدة أننا مستمرون ما استمر الاحتلال في إجرامه. أحمد شردان، غزة، الميادين. شهدت اليوم مدينة سوتشي محادثات مصرية روسية بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين. السيسي وصل إلى مقر إقامة بوتين في سوتشي صباح اليوم، حيث جرى بحث الأوضاع في كل من غزة والعراق وليبيا وسوريا. وقبيل لقائه بوتين استعرض السيسي آليات عسكرية روسية في مطار سوتشي، إشارة إلى أن روسيا هي أول دولة أجنبية يزورها السيسي بعد تسلمه منصب رئاسة الجمهورية. ولنعرف أكثر عن هذه الزيارة ينضم إلينا من مدينة سوتشي الروسية مدير مكتب الميادين في موسكو سلام العبيدي. تفضل سلام. أهلا بك علا. قبل حوالي ساعة من الآن استؤنفت مباحثات القمة بين الرئيسين بوتين والسيسي، الجولة الثانية وهي الجولة الرسمية من هذه المباحثات تجري في مقر إقامة الرئيس بوتين على سواحل البحر الأسود في مدينة سوتشي في مقر إقامة الرئيس. في مستهل الجولة الثانية الرسمية من هذه المباحثات أعرب الرئيس الروسي عن ارتياحه لزيارة الرئيس السيسي إلى روسيا، ومؤكد حرص روسيا على تعزيز وتعميق العلاقات مع مصر باعتبارها دولة محورية ومن الدول القائدة للأمتين العربية والإسلامية، وتمنى له النجاحات في بناء مصر جديدة خاصة بعد الاستفتاء الذي جرى في مصر والانتخابات الرئاسية. بدوره الرئيس السيسي أكد للرئيس الروسي أن اختيار روسيا لكي تكون الدولة الأجنبية الأولى ليس من قبيل الصدفة، مؤكدا أن الشعب المصري ينتظر في هذه اللحظات نتائج هذه المباحثات ومباحثات القمة المصرية الروسية بفارغ الصبر، على أمل أن تسهم في تعزيز وتعميق العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، لا سيما في المجال العسكري والاقتصادي والتجاري والعلمي، وكذلك في مجال الثقافة. وبالتأكيد للحوار السياسي بين البلدين أهمية قصوى خاصة في الظروف التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. على الأجندة أجندة المباحثات الروسية المصرية قضايا عديدة، وعلى رأسها العدوان الأخير على غزة وكيفية الخروج من هذه الأزمة وفك الحصار عن مدينة غزة، لا سيما أن روسيا تدعم الوساطة المصرية في هذه المسألة. كذلك بلا شك الموضوع العراقي هو من المواضيع الرئيسية التي تبحث هنا في سوتشي اليوم، وهناك حرص مشترك لدى البلدين على أن تحل كافة الأزمات العسكرية والسياسية الداخلية في العراق، بالإضافة بلا شك إلى الموضوع الليبي الشائك أيضا. وروسيا أيضا تعول على أن تلعب مصر باعتبارها جارة ودولة قريبة جدا إلى ليبيا أن تلعب دورا حاسما في تسوية الأزمة الليبية. وطبعا المسألة السورية هي مسألة حاضرة دائما في كل هذه اللقاءات، بالإضافة إلى أن الجانب المصري أيضا كان حريصا على أن يطرح على الجانب الروسي موضوع بناء سد النهضة في إثيوبيا لما له من تأثيرات على المياه في مصر وعلى الدورة الاقتصادية في مصر. طبعا هناك ملفات عديدة وسعي مشترك لتعزيز التعاون خاصة في المجال العسكري. نعم هنا سلام العبيدي مدير مكتب الميادين في موسكو، كنت معنا عبر الهاتف من سوتشي، شكرا جزيلا لك. تتواصل المعارك بين مسلحي داعش وأبناء عشيرة الشعيطات في دير الزور في سوريا عقب شن داعش هجوما عنيفا على قرى العشيرة ومعاقلها، ووسط معلومات تحدثت عن مجازر ارتكبها مسلح التنظيم يحيط الغموض بأعداد القتلى والجرحى الذين سقطوا نتيجة المعارك المستعرة.
هنا في ريف دير الزور الشرقي تتضارب الأنباء وسط المعارك المحتدمة بين مسلحي داعش وعشيرة شعيطات. الأحاديث تواترت عن مجازر ارتكبها تنظيم داعش بحق أبناء العشيرة بعد سيطرته على عدد من قراها، وأخرى عن حشد للعشيرة تمهيدا لمواجهة داعش. تقول مصادر العشائر إن الصراع بين الدولة الإسلامية وعشيرة الشعيطات التي يبلغ عدد أفرادها 70,000 استعرى بعدما سيطر التنظيم على حقلي نفط في تموز يوليو الماضي، أحدهما هو حقل العمر أكبر حقول النفط والغاز في دير الزور، وذلك قبل أن يحكم مسلحو التنظيم سيطرتهم على بلدات الشعيطات الثلاث الكشكية وأبو حمام وغرانيج. سيطرة داعش لم تدم طويلا، مسلحوها أرغموا على الانسحاب من البلدات الثلاث بالتزامن مع إحراق مسلحي عشيرة الشعيطات مقرا لتنظيم الدولة الإسلامية في قرية سويدان جزيرة جنوب شرقي دير الزور. لكن لعبة الكر والفر بين الطرفين لم تنتهي هنا، عاود مسلحو داعش السيطرة مجددا على مناطق العشيرة وسط مقاومة عنيفة أبداها الأهالي. هجوم داعش المضاد ترافق ومعلومات متضاربة تحدثت عن مجازر بادر مسلحو التنظيم إلى ارتكابها، منها أن داعش أعدم 250 شخصا من أبناء شعيطات، وهو أمر وصفته بعض المصادر بالمبالغات. معلومات وبرغم عدم إمكانية الجزم بصحتها إلا أنها أرفقت بصور نشرها التنظيم تظهر آثار دمار كبير وحرائق في بعض القرى، إضافة إلى صور جثث قال ناشروها أنها تعود لأبناء شعيطات. بين عشيرة الشعيطات وداعش معركة ليست الأولى وقد لا تكون الأخيرة، فيما الأنظار تتجه إلى موقف العشائر الأخرى من محاربة داعش. إلى السعودية، حيث جرى تأجيل النطق بالحكم على الشيخ نمر باقر النمر المعتقل في السعودية منذ عامين إلى الأسبوع المقبل. الشيخ النمر كان من المقرر أن يمثل اليوم أمام المحكمة المتخصصة في الرياض للنظر في طلب الادعاء العام تنفيذ حد الحرابة به بتهم وصفتها منظمات حقوقية بالباطلة، وكانت مرجعيات دينية عدة قد حذرت من تداعيات الحكم بإعدام الشيخ النمر. ومن منطقة العوامية في المنطقة الشرقية في السعودية ينضم إلينا شقيق الشيخ نمر النمر السيد محمد النمر. أهلا وسهلا بك معنا سيد محمد. يعني بداية، السلطات السعودية في اتهامها للشيخ نمر على ماذا اعتمدت في توجيه هذه الاتهامات له، وبالتالي وصلنا إلى أخذ الحكم بالإعدام؟ تفضل. شكرا لكم ولمشاهدين الكرام. الأدلة التي قدمها المدعي العام في دعواه قبل قرابة السنتين بعد اعتقال الشيخ بتقريبا 6 أشهر، لم يقدم المدعي العام أي دليل مادي ملموس حقيقي على كل الاتهامات التي وجهها للشيخ النمر، بما في ذلك يعني اتهامات الشيخ النمر بالعنف أو الدعوة إلى العنف، وخلاف ذلك وما هو ثابت لدى أي إنسان في أي بقعة من العالم لو يدخل على وسائل التواصل الاجتماعي أو على اليوتيوب سيرى كلمات مخالفة تماما لاتهامات المدعي العام، خصوصا فيما يتعلق بالعنف وباستخدام السلاح. طيب، هيئة الدفاع اليوم طلبت الاستئناف وبالتالي تمت الموافقة. المحامون اليوم يعني هل يرون إمكانية في تخفيف الحكم من إعدام إلى ربما سجن مؤبد؟ يعني هذه الاحتمالات كلها تبقى غير واضحة، والحكم إلى غاية الآن غير واضح، بس نحن طب هل لم تتكلمون مع المحامين؟ لا، المحامي الشيخ، هناك موجود محامي الدكتور صادق الجبران محامي الشيخ النمر، وكان حاضر اليوم في الجلسة كما في كل الجلسات الماضية. كان حاضر في الجلسات. لا يعني إلى الآن لغاية اللحظة لا توجد يعني أشياء واضحة أو أحكام واضحة على الشيخ فيما يتعلق بالإعدام وفيما يتعلق بالأحكام المؤبدة. طيب، فقط بشكل سريع، يعني ماذا عن الحراك الشارع السعودي؟ كيف يتعاطى مع هذا الموضوع؟ كيف ستستفيدون منه؟ ماذا عن اتصالاتكم تحديدا مع المنظمات الحقوقية؟ نحن يعني نلحظ أن هناك تعاطف كبير جدا مع
مع الشيخ النمر سواء في داخل المملكة أو في خارج المملكة، جهات كثيرة تعاطفت. وفي ظني وفي تقديري أيضا أن هذا التعاطف الكبير الذي لقاه موضوع الشيخ النمر كان سببا أو لعله كان سببا، إضافة إلى دعاء الناس أدعية الناس وتعاطف الناس القلبي، كان سببا في تأجيل هذه المحاكمة. ونحن يعني نرى وننظر بإيجابية كبيرة إلى تأجيل هذه المحاكمة اليوم إلى تاريخ 24 الشهر الحالي. السيد محمد النمر شقيق الشيخ نمر النمر، كنت معنا عبر الهاتف من المنطقة الشرقية في السعودية من العوامية تحديدا، شكرا جزيلا لك. بعد 3 أيام من الهدوء النسبي تجدد القصف في العاصمة الليبية طرابلس قرب المطار الدولي بين الفصائل المسلحة، وأصابت القذائف والصواريخ مناطق محيطة بالمطار، ولم ترد أي أنباء عن عدد القتلى والإصابات بسبب صعوبة الوصول إلى المستشفيات. وكانت بعثة من الأمم المتحدة قد وصلت إلى طرابلس منذ يومين للتوسط من أجل وقف إطلاق النار بين الفصائل المسلحة. أهلا بكم. يستمر مسلسل فضائح الفساد في شركة جلاكسو سميث لاين للأدوية. مسرح الفضيحة هذه المرة هو سوريا، حيث اتهمت الشركة بتقديم ريشا إلى أطباء ومسؤولين سوريين لزيادة مبيعاتها من الأدوية. شركة جلاكسو واحدة من عدد قليل من شركات الأدوية الكبرى التي ما زالت تورد أدوية إلى سوريا، وأكدت أنها سوف تحقق في المزاعم الجديدة المتعلقة بموظفيها والموزعين المحليين. وكانت قد سبقتها مزاعم مماثلة في الصين والعراق والأردن ولبنان وبولندا. فارق كبير سجلته الصادرات والواردات السورية في الأشهر السبعة الماضية. مؤسسة التجارة الخارجية كشفت أن إجمالية قيمة البضائع المستوردة من أكبر 10 مصدرين بلغت 548 مليار ليرة، أما الصادرات ف 58 مليار ليرة فقط. السعودية جاءت في المرتبة الأولى من حيث الدول الأكثر استيرادا للبضائع السورية، تلاها لبنان والأردن. أما الأكثر تصديرا فجاءت إيران أولى باستيراد ما قيمته 253 مليار ليرة سورية، تلتها أوكرانيا ولبنان. داعش يوقف التبادل التجاري بين الأردن والعراق، هذا ما كشفه رئيس جمعية المصدرين الأردنيين عمر أبو وشاح، الذي أضاف أن صادرات بلاده إلى العراق ولا سيما إقليم كردستان توقفت بسبب ضربات الجوية الأمريكية، وتصل قيمة الصادرات الأردنية إلى العراق إلى نحو 100 مليون دولار شهريا في المتوسط، وهي تراجعت بنسبة 70% مع بدء الاضطرابات في العراق. أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية عبد الحسين المبارك سعي اتحاد الأعمال المصري إلى فتح أبواب التعاون المالي والتجاري مع العراق. وقال المبارك عقب لقائه وفد رجال الأعمال المصري الذي يزور بغداد إن العراق ومصر اتفقا من خلال اتحاد الغرف التجارية واتحاد رجال الأعمال المصري على تنشيط التجارة البينية ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين. قررت شركة أكسيون سبيشاليتي الأمريكية لتكرير النفط عدم شراء النفط المتنازع عليه من إقليم كردستان. الشركة اعترفت بأنها اشترت شحنة واحدة من الخام في حزيران يونيو الماضي، لكن الأمر أثار حفيظة الحكومة المركزية في بغداد. وبقرار الامتناع عن شراء النفط الكردي تنضم الشركة الأمريكية إلى لائحة الشركات العالمية التي امتنعت عن شراء النفط المتنازع عليه بعد ليوند البازل الأوكرانية. طمأنت وكالة الطاقة الدولية إلى أن الزيادات الكبيرة في إنتاج النفط الأمريكي تحافظ على إمداد أسواق الخام بكميات وفيرة. هذا الأمر يشير إلى استبعاد ارتفاع الأسعار كثيرا في المدى المنظور. وأكدت الوكالة في تقريرها الشهري أن الصراعات المسلحة في ليبيا والعراق وأوكرانيا لم تؤثر في إمدادات النفط التي ما زالت أكثر من المتوقع، وتفيد تقارير بوجود تخمة في المعروض النفطي في حوض الأطلسي. يذكر أن سعر خام برنت يقارب 104 دولارات للبرميل. اختار البنك الأفريقي للتنمية المنطقة المالية في دار البيضاء مقرا لصندوق أفريقيا 50 للاستثمار في البنية التحتية. هذا الصندوق سيبدأ برأس مال يبلغ 3 مليارات دولار، يرتفع لاحقا إلى 10 مليارات. ووافق على تأسيسه الاتحاد الأفريقي في أيار مايو من العام الماضي، وهو يرمي إلى إقامة مشاريع استثمارية في أفريقيا عن طريق جذب تمويلات مختلفة، سواء من طرف الدول أو المؤسسات المالية الدولية أو صناديق القطاع الخاص. نكتفي بهذا القدر من الأخبار ونعود إليك علا. شكرا لك إلي سارة.
عثر على الممثل الأمريكي الكبير روبن ويليامز جثة هامدة في منزله بالمنطقة الشمالية من كاليفورنيا. الشرطة المحلية رجحت فرضية الانتحار اختناقا. وكالته الإعلامية عززت هذه الفرضية حين أكدت أن الممثل ويليامز عانى كثيرا أو أخيرا اكتئابا حادا بعد فترة علاج من الإدمان. مات روبن ويليامز عن 63 عاما و31 فيلما جسد فيها شخصيات مميزة. هل مات انتحارا؟ كل الفرضيات حتى الآن ترجح ذلك، فالرجل يعيش منذ مدة طويلة حالة اكتئاب بعد خضوعه لفترة علاج من الإدمان. الشاشة الصغيرة عرفت روبن ويليامز كوميديا خفيف الظل، كذلك كان على خشبة المسرح وفي المناسبات المختلفة. السينما أرادته دراميا في أدوار أولى في صباح الخير يا فيتنام، السيدة دوب فاير، ومجتمع الشعراء الموتى، وحاز أوسكارا لأفضل دور ثان عن جود ويل هانتينج، وله حضور لافت في هوك مع جوليا روبرتس وداستين هوفمان، وآخر ظهور له كان في وجه الحب مع إد هاريس وأنيت بينينج. روبن ويليامز مات حيث نشأ ودرس في كاليفورنيا. الراحل كريستوفر ريف الأشهر بسوبرمان كان زميل دراسة التمثيل في معهد جوليارد. الراحل ويليامز كان يعيش مع زوجته الثالثة سوزان التي صرحت أن الضحكة فارقته فجأة من دون أن تعرف السبب بعدما كان سيد الفرح. أهلا بكم. رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جوزيف بلاتر حزين لوفاة الممثل الشهير روبن ويليامز. وفي تغريدة عبر تويتر كتب رئيس جمهورية الفيفا أن هناك ذكريات كبيرة له وللممثلة فاي دوناوي عام 93 خلال قرعة بطولة كأس العالم، وختم سنفتقدك. وكان ويليامز ودوناوي قد شاركا في بل إلى جانب بلاتر في سحب قرعة بطولة كأس العالم 94 التي استضافتها الولايات المتحدة. ونشر بلاتر صورة له مع ويليامز وهما يضحكان كان ويتبادلان المزاحة خلال قرعة المونديال. الحملة الشعواء ضده وتصريحاته العنصرية لم تمنع كارلو تافيكيو من الجلوس على الكرسي الأول في الكرة الإيطالية. الرئيس السابق لدور الهواة والكرة الشاطئية والنسائية تفوق على منافسه المباشر اللاعب الدولي السابق ديمتريو ألبرتيني ب 63% من الأصوات. ابن 71 عاما بات خليفة جان كارلو أبيتي المستقيل مع المدرب تشيزاري برانديلي بعد الخروج من الدور الأول لمونديال البرازيل. أولى مهمته تسمية مدرب جديد للمنتخب الإيطالي خلفا لتشيزاري برانديلي. سأكون رئيسا للجميع خصوصا الذين رفضوني. أعجز عن إيجاد الكلمات المناسبة بسلاسة، لكنني سأجهد من أجل تحسين طريقتي في الكلام. أولى المواجهات الأوروبية لهذا الموسم موعدها الليلة بين ريال مدريد وإشبيليا في العاصمة كارديف المضيفة كأس السوبر الأوروبية. النادي الملكي غاب عن التتويج بلقب السوبر منذ عام 2002، أما إشبيليا فلم يذق طعم الفوز خلال مسيرته. الشكوك حيال غياب كريستيانو رونالدو أزالها أنشيلوتي ليمثل البرتغالي قوة هجومية إلى جانب جاريث بيل وكريم بنزيما. بعثة الملكي انضم إليها الأرجنتيني أنخيل دي ماريا في ظل الحديث عن مغادرته الفريق. يذكر أن إشبيليا فاز الموسم الماضي على ريال في الدوري المحلي وأسهم في إقصائه من المنافسة على الليغا. دخل أغلى مدافع في العالم إلى تشكيلة سان جيرمان فخرج توأمه ووصيفه. الظهور الأول للبرازيلي ديفيد لويز مع فريقه الجديد كان في مباراة ودية أمام نابولي الإيطالي. فاز نادي العاصمة الفرنسية بهدفين لواحد على مضيفه، لكنه خسر جهود قائده تياغو سيلفا بسبب الإصابة. المفارقة أن البديل كان لاعبا برازيليا ثالثا هو موهبة الدفاع المرتقبة ماركينيوس، وهو قائد المنتخب البرازيلي الأولمبي. صواريخ المقاومة الفلسطينية تزرع الرعب في الملاعب الإسرائيلية. غزة تغير المعادلة وتحرم الكيان الغاضب استضافة الأحداث الرياضية، والعالم يحجم عن اللعب في الأراضي المحتلة. كان واضحا منذ بداية العدوان على غزة أن بنك أهداف العدو يشمل تدمير كل ما يمت إلى الرياضة الفلسطينية بصلة. لا يروق لإسرائيل مشهد يضج بالحياة لأطفال فلسطينيين يلهون بالكرة.
استهدفتهم على شاطئ القطاع مذهقة أرواحا بريئة لأربعة أطفال من عائلة واحدة. يغيظ إسرائيل أن ترى الرياضة الفلسطينية في تطور وازدهار. تأهل الفدائي إلى كأس آسيا بعد فوزه بكأس التحدي زاد من وحشية إسرائيل في تدمير الملاعب والمقر الرياضية ولا سيما في عدوانها الحالي. باتت ملاعب كرة القدم أرضا محروقة فضلا عن استشهاد العديد من الرياضيين. صواريخ المقاومين فرضت معادلة جديدة أبطلت مفعول القوبة الحديدية لتصيب القطاع الرياضي في إسرائيل بالشلل. باتت يد المقاوم على الزناد تتحكم في مصير إقامة الأحداث الرياضية. كلفة باهظة دفعتها إسرائيل، أولها إيقاف استضافة أندية الكيان لمبارياتها في البطولات الأوروبية. المنافسات المحلية تلقت أيضا صفعة غزاوية. الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم قرر تأجيل انطلاق البطولة إلى أجل غير مسمى. وفي التنس ألغيت النسخة الأولى من بطولة تل أبيب البالغ مجموع جوائزها مليون دولار. وطلب الاتحاد الدولي للعبة من نظيره الإسرائيلي البحث عن دولة محايدة لمواجهة الأرجنتين في كأس ديفيس. سلسلة قرارات سبقها رفض النجم السابق لكرة السلة الأمريكية ماجيك جونسون الحضور إلى القدس، قرار أيده عشرة نجوم قدامى وحاليين اعتذروا فيه عن عدم المشاركة في افتتاح ملعب كرة سلة حديث. ولا الزمن الذي يكتفي فيه الفلسطينيون باستعراض خسائرهم في القطاع الرياضي عند نهاية كل عدوان. بدأت الرياضة الإسرائيلية تحصي الخسائر وتعيش مرارة إحجام العالم الرياضي عن زيارتها بعدما تباهت عام 2012 بتنظيمها بطولة أوروبا في كرة القدم لما دون 21. غدا ينفض أطفال غزة الغبار عن كراتهم ويعودون للهو بها في أزقة قطاعهم وعلى رمل شاطئه. سيشاهدون منتخب فلسطين في أستراليا يواجه كبار الكرة في القارة الصفراء. أما إسرائيل فسوف تبقى رياضتها أسيرة صور رعبها. مع أخبار غزة الرياضية ننهي الموجز الرياضي وعودة إليك علا. شكرا لك يا أماني وإلى الماضي الحاضر.